حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ميليشيا الحوثي تحاكم 10 صحفيين بعد سجنهم 4 سنوات. نائب في البرلمان الفرنسي يقول: طلبت قبل عام بلجنة تحقيق لمعرفة من يبيع الأسلحة المشاركة في حرب اليمن. وفي أخبارنا المنوعة: طلبت الطلاق بعد نسيان زوجها جلب ساندويتش برجر. أهلا بكم. ستظل عبارتنا في برنامج كشك الصحافة غير مكتملة، لأننا ومنذ 4 سنوات غير قادرين على عرض ما يكتبه عدد كبير من صحفيي اليمن، غير قادرين على عرض مقالاتهم وآرائهم ووجهات نظرهم. إنهم بلا أصوات منذ سنوات، لا يعرفون ما يحدث خارج المعتقل، ولا نعرف ما يحدث لهم داخل المعتقل. لا يمكنهم سماعنا، ولا يعرفون من يتحدث عنهم ومن لا يسأل عنهم. وحده السجان من يخبرهم أن أمهاتهم يقفن خارج السور، يخبرهم لا ليطمئنهم بل يعذبهم بذلك. واليوم هم في طريقهم إلى المحاكمة بعد هذه السنوات، يحالون إلى محكمة غير قانونية وعنون موقع الصحوة نت. بعد اختطافهم ل4 أعوام، ميليشيا الحوثي تحاكم 10 صحفيين بتهم كيدية. وقالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي أحالت 10 صحفيين معتقلين لديها للمحاكمة بتهم كيدية، وذلك بعد 4 أعوام من اختطافهم في صنعاء. وزعمت النيابة الحوثية أن الصحفيين المحالين للتحقيق أنشأوا مواقع وصفحات عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لدعم ما سموه العدوان. وسبق أن استجوبت محاكم ميليشيا الحوثي الصحفيين 10 مرات للتحقيق موجهة لهم ذات التهم، ويتعرض الصحفيون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي منذ 4 أعوام، وشهدت حالتهم الصحية تدهورا كبيرا. والصحفيين 10 المحالين للمحاكمة الحوثية هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي. موقع المصدر أونلاين يورد واحدة من ممارسات ميليشيا الحوثي المستمرة في محافظة إب. ووفقا للموقع، الحوثيون يحتجزون شاحنات محملة بمساعدات إنسانية في إب. وقال مصدر مطلع للموقع إن الحوثيين يحتجزون 28 شاحنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف منذ مطلع فبراير الجاري في المنفذ الشرقي للمدينة. والشاحنات وفقا للمصدر قادمة من محافظة عدن ومتجهة إلى محافظات الحديدة وصعدة وريما وتعز وحجة والمحويت. هل ما زلنا دولة ذات سيادة يحترمها التحالف قبل غيره؟ نريد إجابة واضحة. يتساءل رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم صيف الحاضر في مقال الذي نطالع في أجزاء منه. يقال كما يقال دائما إن معالي وزير الدفاع طلب منه عدم مغادرة الرياض إلى مأرب، بلد تخوض حربا في 10 محافظات تقريبا، ويمنع وزير الدفاع من العودة إلى مسرح العمليات العسكرية لإدارة المعارك. إذا كنا بلدا ودولة تحت وصاية التحالف، ولن أقول الاحتلال، فبالتالي حمل هذا التحالف مسؤوليته كاملة السياسية والعسكرية والاقتصادية في تأمين اليمن ورعاية هذا الشعب وفق مقتضيات القانون الدولي. نحن عدونا واضح، إيران بأذرعها المختلفة في اليمن، الحوثي شمالاً وميليشياتها الانفصالية جنوباً. الأمر لم يعد يحتمل أو يطاق الصمت والسكوت عنه. هذا الوضع لا مقبول، لا يمكن استمراره. حربنا مع الحوثي يجب أن تنتهي حسماً. أما البقاء في دائرة لا حرب ولا سلم، كارثة يدفع ثمنها هذا الشعب، سقوط ضحايا بشكل يومي وتصفيات بالجملة وتدمير للقرى بآليات الحوثي العسكرية. لنا حكومة يجب أن تجيبنا عن سبب توقف الجيش عن دعم حجور، ولنا رئيس نريد أن يجيبنا لماذا ما زالت عدن ومطارات الجنوب والموانئ خارج سيطرة الدولة، ولنا نائب رئيس نريد منه أن يجيبنا عن سبب توقف معركة تحرير صرواح ونهم والجوف وتأخر صرف مرتبات الجيش والمقاومة. هذا إن كان لنا دولة، وإن كنا رعايا للتحالف فالمخاطب التحالف بتحمل مسؤولياته
كون البقاء في دائرة الضياع بين الشرعية والتحالف لم يعد مقبولاً وبات مرفوضاً ولن يستمر. على القوى الوطنية أن تنهض والنخب السياسية أن تخرج من حلبة الضياع في دهاليز الفنادق. معالي وزير الدفاع، عليك أن تكسر صمتك وقل لنا لماذا لا تتواجد في مسرح عمليات القتال لتخوض معركة التحرير؟ من الذي يمنعك إن كان ما نسمعه من هنا وهناك صحيح؟ بعيداً عن المنتصر في المعركة، فإن معركة مختلفة تجري في الظل، وهي التي ركز عليها موقع المشاهد نت. وقال: حجور، حصار ونزوح وتحذيرات من كارثة إنسانية. وقال الموقع: لا يزال الحصار المستمر منذ أكثر من شهر على مديرية كشر يلقي بظلاله على المدنيين الذين باتوا يعانون من أوضاع مأساوية، حيث يحرم الحصار 100,000 نسمة من الغذاء والدواء. وباتت مديرية كشر التي تقبع تحت الحصار الحوثي من 4 جهات على شفا كارثة إنسانية، بعدما تقطعت أجزاؤها بسبب الحصار الخانق من قبل جماعة الحوثي التي قطعت طرقها ومنعت وصول المواد الغذائية والأدوية إليها بسبب رفض أبناء كشر دخول مسلحي الجماعة إلى مناطقهم. وتقع مديرية كشر شمال شرقية محافظة حجة، تحدها محافظة عمران من جهة الشرق، وتحدها من الغرب مديرية وشحة ومستبأ وخيران المحرق، ومن الشمال مديرية قارة، ومن الجنوب أفلح الشام والشرف والجميمة. وقال ناشط حقوقي للمشاهد إن مديرية كشر التي يقطنها نحو 100,000 نسمة من دون النازحين المتواجدين فيها تعيش أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها. يصف موقع إخباري يمني استعداد الحوثيين للسلام في الحديدة بأنه مسرحية، ويعنون موقع مأرب بريس: مسرحية حوثية جديدة في الحديدة، الميليشيات تحصن قواتها بحفر الخنادق. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى القيام بمسرحية جديدة في محافظة الحديدة على صعيد إعادة الانتشار في المرحلة الأولى بشكل أحادي لإيهام كبير المراقبين الدوليين بأنها انصاعت لتنفيذ الاتفاق. وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تنوي نشر عناصرها من خطوط التماس إلى داخل المدينة وليس إلى خارجها كما هو متفق عليه في المرحلة الأولى، وهو ما رفضه ممثلو الوفد الحكومي. وتريد الجماعة الحوثية أن تنسحب شكليا من المدينة مع بقاء عناصرها على أنهم يمثلون السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية، وهو ما كان رفضه الرئيس السابق لفريق المراقبين الدوليين باتريك كاميرت. خالد العلواني يكتب عن خطر توغل الميليشيا الحوثية في البلاد والثمن الذي قد تدفعه الأجيال في حال توقفت مواجهة مشروع الحوثي، وأضاف في الصحوة نت: الحوثي كامتداد للكهنوت الإمامي القديم الجديد مع جنوب العنصرية يعتقد أنه ابن ماء السماء، وأنه فوق مستوى الشعب اليمني ب9 درجات على مقياس الهاشمية السياسية، وأن الحكم بعض حقه والتحكم في أرواح الناس وأرزاقهم جزء من صلاحياته، وبالتالي فهو يرى الشعب طبقة دون مستوى خلقها الله لخدمته والترويح عنه، وليس من حق أحد أن يعترض على ذلك أو يعارضه، ومن يفعل فالقتل أولى به. وهو في هذه النقطة بالذات يلتقي في الجنون الدموي مع السلطة المطلقة لسيد القبيلة البدائي الذي كان يتحكم في رقاب الناس ومصائرهم ويتخذ منهم قرابين لنزواته ولحظات تعبده المنحرفة، حيث كان أحدهم حين يريد التواصل مع الله يأتي بأحد عبيده ويحمله رسالته إلى السماء ثم يقطع رأسه لتحلق روحه عاليا كسفير فوق العادة، وليس من حق أحد أن يعترض على طقوس تدينه. إن خطر الحوثي اليوم لا يقتصر على الانقلاب وهدم مقومات الدولة والسطو على مؤسساتها، بل يتعدى ذلك بكثير، حيث صارت انتفاشته امتحانا صعبا لأمن اليمنيين وحياتهم وأفكارهم وثقافتهم وسلوكهم وهويتهم ونسيجهم الاجتماعي. وما لم يتبلور اليوم مشروع مواجهة شاملة لهذا الوباء على مختلف الأصعدة والمجالات، فإن الخطر سيتعاظم والكارثة ستتسع، وسيتحتم لحظتها على الجيل القادم أن يدفع ضريبة تقصيرنا مضاعفة من دمه وماله وجهده ووقته، وهي ضريبة لا نرضاها لأطفالنا. وليس أمامنا إلا أن ننتصر في معركة صراع الإرادات مع العنصرية والانقلاب.
في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوفيغاغو خبرا عن تسبب النائب سباستيان نادوت في حادث قصير في المجلس الوطني الفرنسي خلال جلسة السؤال الحكومية من خلال رفع لافتة كتب فيها: فرنسا تمارس القتل في اليمن. وقد عبر نادوت عن ألمه في وقت لاحق أمام الصحافة قائلا: لا يوجد نقاش حول اليمن في هذا البرلمان، كنت قد طالبت قبل عام بنجلة تحقيق برلمانية، لكن قواعد المجلس الوطني تحظر رفع لوحات أو منشورات في القاعة. لذا رئيس المجلس ريتشارد فيراند طلب على الفور من النائب تسليم اللوحة في حين سارع رجال الأمن بأخذ اللافتة منه. وقد حذر ريتشارد فيراند في الخبر الذي ترجم لقناة بلقيس، حذر من أن هذه المخالفة سيتم تسجيلها في المحضر والتي تستلزم تلقائيا عقوبة مالية. وقال النائب نادوت للصحافة إنه قدم شكوى ضد الحكومة إلى المفوضية الأوروبية لخرق قانون الاتحاد الأوروبي بتراخيص تصدير الأسلحة التي تمنحها لجنة متخصصة بين الوزارات إلى عدة شركات فرنسية للتصدير إلى السعودية والإمارات. صورة سيلفي والعالم خلفي، تحت هذا العنوان كتبت سما حسن مقالها في صحيفة العربي الجديد مضيفة: أظهرت إحصائية حديثة أن العالم شهد تزايدا في حالات الوفاة بسبب التقاط صور السيلفي، وكل هذه الحوادث وقعت في الوقت الذي اعتقد أصحابها أنهم يستطيعون التقاط الصور الشخصية لأنفسهم في وضعيات جذابة وغريبة. نحو 259 شخصا ماتوا نتيجة محاولات التقاط صور سيلفي مميزة ما بين العامين 2011 و2018، ويبدو العدد أكبر من ذلك بكثير على أرض الواقع. وقد توصل الطبيب النفسي ديفيد فيل إلى أن الهوس بالتقاط صور السيلفي يرتبط باضطراب نفسي يعرف باضطراب تشوه الجسم، فلدى هؤلاء الأشخاص هوس بأن أجسامهم لا تبدو أمام الآخرين كما يرام، فيلتقطون الصور الشخصية المكررة وللوضعية نفسها حتى يخرجوا بصورة لائقة، كما حدث مع اللاعب داني بومان 19 عام، حيث كان يقضي 10 ساعات يوميا في التقاط 200 صورة شخصية. ففقد اللاعب الشاب كثيرا من وزنه وانقطع عن دراسته، وحين لم يحصل على صورة مرضية حاول الانتحار. في منازلنا بذور لمرضى نفسيين أمثال هذا اللاعب وغيره من المغرمين بصور السيلفي، ونعتقد أن الأمر لا يزيد عن دعابة أو تسلية، ولكن جرس الإنذار يجب أن يدق. تعتبر صور السيلفي مرضا استشرف في كل مجتمع أساسه إدمان مواقع التواصل الاجتماعي بعالمها المزيف، فلولاها لم احتاج الناس صور السيلفي، فأين سيتم نشر هذه الصور مثلا؟ هل سينشرونها على اللوحات المضيئة في الشوارع أم على واجهات مراكز التسوق الكبرى مثلا؟ واجب الآباء والأمهات يحتم أن يتمتعوا بالوعي والقرب من أولادهم والتقديم التقدير الذاتي لهم، لأن عدم حصول الإبن على التقدير في الواقع من ذويه يدفعه إلى التقاط صور السيلفي لكي يحصل على هذا التقدير من خلال مواقع الكذب والنفاق. فالاهتمام بالصورة الذاتية وعدم الاهتمام بالنجاح والإنجاز يجران الإنسان نحو الأمراض العقلية مثل النرجسية. عندما بدأ رئيس شركة هواوي ومؤسسها رين تشينغ عام 1987 بتأسيس شركة صغيرة بقيمة 6600 دولار، لم يكن يعلم أنها ستنمو وتصبح عملاقة الاتصالات حول العالم، وأنه سيصبح من أغنى أغنياء العالم، إذ تقدر ثروته الشخصية بنحو 1.7 مليار دولار، ويعمل في شركته 180 ألف موظف موزعين في جميع أنحاء العالم. إليكم جزء من قصة يمكنها أن تمنح الأمل، ونطالع منها ما جاء في بي بي سي البريطانية. مؤسس هواوي من الملابس المرقعة إلى ملياردير. درس رين تشينغ الهندسة في الصين، ثم التحق بمعهد أبحاث جيش التحرير الشعبي الصيني. كانت هناك فوضى في كل مكان تقريبا، بما في ذلك قطاعي الزراعة والصناعة. يقول تشينغ: في تلك الفترة لم أكن أرتدي ملابس خالية من الرقع عندما كنت يافعا، وعندما أصبحت مهندسا أرسلت للمساعدة في بناء مصنع للملابس الجاهزة. وقال تشينغ: كانت ظروفنا قاسية وكان بيتنا متهالكا، لذا كنا نشعر بالبرد باستمرار ولم تكن الخضروات متوفرة على الإطلاق. ويتابع: ومع ذلك كنت سعيدا، كانت قراءة الكثير من الكتب تعرض صاحبها للانتقاد في البلاد، وكان المصنع واحدا من الأماكن القليلة التي يمكن القراءة فيها لنتمكن من فهم كيفية عمل المعدات. بعد عامين من وفاة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، انضم تشينغ إلى الحزب الشيوعي بعد أن كان قد اخترع أداة أساسية للاستخدام في اختبار المعدات المتقدمة في مصنع الملابس. وكان تشينغ يأمل بأن يصل إلى ما يعادل رتبة مقدم في الجيش، ولكن حدث العكس،
وسرح من الجيش عام 1983 عندما قلصت الصين من أعداد الضباط المهندسين. وبعد انتقاله إلى جنوب الصين والعمل في القطاع الإلكتروني الوليد، تمكن من جمع ما يكفي من المال لتأسيس شركته. موضوع ظريف وغريب في الوقت نفسه من صحيفة البيان، والتي عنونته كما يلي: نسي إحضار وجبة برجر فطلبت زوجته الطلاق. فالشابة العشرينية نجوى لم تتردد في اللجوء إلى المحكمة وطلب الطلاق من زوجها بسبب كثرة المشكلات المتراكمة بينهما، كان آخرها قضاءها لليلتها الأخيرة حتى الساعة 3 فجرا في منزل الزوجية تنتظر أن يجلب لها زوجها برجر من أحد مطاعم الوجبات السريعة. ولأن الزوج العشريني في المقابل قضى الليلة في سهرة بعزبة أحد أصدقائه، نسي أمر الوجبة ليدخل المنزل من دونها، وليشتعل خلاف جديد بينهما كانت نتيجته تركها منزل الزوجية وطلبها الطلاق. المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي قال للبيان: للأسف الشديد يحتاج الكثير من الأزواج والزوجات إلى وعي كبير حول أن الحياة الزوجية ليست وردية تماما ولا تخلو أيضا من المشكلات. مشاهد مختلفة ملتقطة لمختلف مناطق العالم خلال هذا الأسبوع، منها صور للطبيعة والحيوانات نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. هذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.